أفلام. فنبتدي بالتفاؤل ده. أميرة صحيح. معانا خبر جميل جدا، كلنا متابعين طبعا الإنجازات العظيمة اللي بتحصل في أسبانيا تحديدا في تراجونا ودورة ألعاب البحر المتوسط. بجد شباب البعثة المصرية رفع اسم مصر، علم مصر، نفتخر بيهم جميعا. إنجازات بتحصل كل يوم، احنا وصلنا لغاية 23 ميدالية وأكتر كمان في كافة الألعاب. مرة تانية بنقول الألعاب الفردية دي هي دايما الرهان عليها، احنا بنكسب دايما في كل المحافل الرياضيه باسم قصر موجود من خلال الالعاب الرياضيه. هشام نصر رئيس البعثه المصريه في دوره العاب البحر المتوسط اللي بتقام حاليا في اسبانيا قال ان البعثه المصريه حصدت حتى الان 23 ميداليه. 23 ميداليه دول 7 ميداليات ذهب، 7 ميداليات فضه، و9 ميداليات برونزيه. حققت السباحه فريده عثمان المركز الاول والميداليه الذهبيه في سباق 50 متر سباحه حره، ونجحت في تحطيم الرقم القياسي لدوره العاب البحر المتوسط. سجلت في هذا السباق زمن قدره 25.48 ثانيه، وده طبعا رقم قياسي اول مره يحقق، ودي الميداليه الذهبيه الثانيه ليها على فكره. فريده عثمان فازت بميداليتين، فازت امبارح بذهبيه 50 متر فراشه، وفازت كمان بفضيه 100 متر فراشه. زي ما احنا شايفين صورتها، بطله مصريه تستحق كل التحيه. ونضرب كده تعظيم سلام لتاني يوم، نضرب تعظيم سلام لفريده عثمان. المركز الثالث حققه مروان القماش في الميداليه البرونزيه سباق 400 متر سباحه حره. علي خلف الله حصل على برونزيه السباحه 50 متر حره. كمان البطل الاولمبي محمد ايهاب حصد الذهبيه في النطر في وزن 77 كيلو جرام بعد ان حصد ذهبيه الخطف في نفس الوزن طبعا في رفع الاثقال. نروح بقى للعبه تانية، المصارعه، واحنا مميزين جدا في المصارعه على مستوى العالم. فزنا بثلاث ميداليات ذهبيه، عفوا ثلاث ميداليات ذهبيه وفضيه وبرونزيه. اول ميداليه احرزها البطل هيثم فهمي، احرز الميداليه الذهبيه للمصارعه الرومانيه وزن 60 كيلو جرام لدوره العاب البحر المتوسط. كمان محمد ابراهيم حصل على الميداليه الفضيه للمصارعه الرومانيه وزن 67، والبطل احمد حسن حصل على الميداليه البرونزيه للمصارعه الرومانيه لوزن 97 كيلو جرام. تعظيم سلام لكل الابطال. صحيح. نحفظ اساميهم يا اميره. صحيح. نحفظ يعني الاسماء ده. فريده عثمان ومروان القماش وهيثم فهمي حقيقي يعني وصلونا لمرحله حلوه قوي. وبعدين عايزه اقول حاجه، ان مش الكوره بس هي فكره الرياضه، يعني في ايضا انواع كتير من الرياضه. كمان تاهل المنتخب الوطني لكره الطائره في الدور الثمانية بدورة الألعاب البحر المتوسط المقامة في الفترة من 22 يونيو حتى الأول من يوليو بمدينة تارجونا الإسبانية، وذلك رغم خسارته أمام نظيره الأسباني بنتيجة 1-3 في إطار الجولة الثانية في الدور الأول المجموعة الثالثة. وافتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بالفوز على منتخب مقدونيا بنتيجة 2-3، وبهذه النتيجة بتحتفل مصر بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين خلف المنتخب الأسباني اللي تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، وأمام المنتخب المقدوني والذي حل ثالثا برصيد نقطة واحدة. ألف مبروك لكل الأبطال. محتاجين نركز شوية بقى مع دورة ألعاب البحر المتوسط بعد المونديال. خلينا نركز ونشجع، عايزين نتفائل ونشجع ونتابع. ممكن بعض الألعاب دي ما تبقاش عندها الشعبية بتاعت كرة القدم، لكن مهم جدا إن احنا نقف وراء أي حد بيمثل مصر أو بيمثل علم مصر.